السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديدة وحصة جديدة. بالنسبة لليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الصفحة 54 و55. واخا ديجا درت هاد 54 و55 من نفس الكتاب النيس، ولكن لقيت انه هاد الصفحة هادي مكتوبة جداد تاع هاد العام، هادو يعني تاع العام 2021 2022 مبدل، دايرين فيه نص جديد اللي تيهضر على الفنان جاد الملح. عليها قلت انني نحطو، متمنى انني ما نكونش تاخرت، يعني ما نكونش تعطلت باش حطيت هاد الفيديو هادي. على كل ان انا نحطها دابا باش على الاقل يستافد فيها اللي يستافدوا فيها اللي يلا عادي يوصلوها. اذا بلا ما نطول عليكم، نبدا في التمارين. هو هاد النص هذا تيهضر على جاد الملح اللي معروف. نتمنى انكم يكون الكتاب ديالك حداك، الكتاب حداك باش اللي ما تزبنش ليه هاد الشيء هذا، رغم انه زعما راه صورته مزيان باش يكون واضح، هذا يتبع معايا في الكتاب. اللي مازال ما قراش النص يقراه باش يتبع معنا في الاجوبه. اذا اول حاجه مطلوبه منا احدد معنى العباره هو مواطن يهودي مغربي حتى النخاع. ملي كنسمعوا حتى النخاع يعني شي حاجه نيت، زعما شي حاجه بزاف. اذا اش كتعني هذه العباره؟ يحب وطنه كثيرا ولا لا يحب وطنه، ولا يحب وطنه احيانا فقط، ما تيبغي بلادو غير مره مره. اذا ملي تسمعوا حتى النخاع يعني يحب وطنه كثيرا، زعما نيت. ثانيا احدد معاني الكلمات الاتيه واعين التي تنتمي الى عائله كلمه مالح. العائله ديال الكلمه ديما كنديروا هذا التمرين ديال عائله الكلمه بواحد الشكل، هذا التمرين هذا جانا في شكل اخر. اذا ملي تسمعوا مالح، ملح، لمح، مملح، ملامح، لاحم، مستملحة. إذا الكلمات اللي عندهم علاقة مع مالح هي اللي كتبدأ بالميم وفيها اللام والحاء بهذا الترتيب، بحال ملح. لمح لا، لأنه لمح معنى آخر، لمح هي رأى، رأى ولا نظر، رأى رأى هي لمح. مملح يعني زدنا فيه الملح، تنقولوا بالدارجة مملح يعني زدنا فيه الملح. ملامح لا، ملامح المعنى ديالها زعما العلامات تاع الوجه، ملامح هما ملامح الوجه ولا علامات، نقدروا نقولوا علامات عاوتاني. لاحم هذه كاع لا علاقة لها بملح، هذه لاحم من العائلة ديال لحم. مستملحة مستملحة جاية من الكلمة ديال مالح ملح. إذا هادو هما اللي من العائلة ديال مالح. ثالثا أنقل ما يلي وأصل بين نوع التعبير ووسيلته. إذا اللي تنعرفو في المسرح أو التمثيل بصفة عامة عنده التعبير الجسدي والتعبير اللفظي والتعبير الفني. دابا أشنو كيستعملو في كل تعبير؟ إذا في الجهة المقابلة عندنا الرقص، الحركات والميم. إذا الرقص والحركة تنعرفوه. الميم، الميم هو ملي كتكون مثلا واقف وكتحاول انك تحرك وجهك عينيك يديك وهذا، ولكن ما تنطقش ما تقول حتى شي حاجه، وداك اللي معاك ولا داك اللي في قبالتك تيحاول يقول داك الشيء اللي بغيتي انت تقول، تنديروها في اللعبه، هذاك هو الميم. المهم ما تنطقوش في الميم. الرسم والصور ثم عندنا الكلمات. اذا التعبير الجسدي باين، التعبير الجسدي نستعمل فيه الرقص والحركات والميم لانه كنستعملوا الجسد الجسم ديالنا. التعبير اللفظي تنستعملوا فيه الكلمات، الالفاظ، الالفاظ هما الكلمات. التعبير الفني باينه لانه نستعملوا فيه الرسم، الصور، الشعر، الاخر فيديوهات. اذا التعبير الفني. رابعا احدد من الكلمات الاتيه ما له علاقه بالممثل جاد المالح واكون منها جمله مفيده. اذا انا قريتو النص مزيان، خاصة الصفحة الأولى غادي تكفينا باش نجمعوا هاد الكلمات كلهم. إذا عندنا هاد الكلمات، غنشوفوا شكون اللي عندها علاقة بجد المالح نخليوها، اللي ما عندهاش علاقة نضربوا عليها نحيدوها، وفي الأخر هادوك الكلمات اللي خلينا نديروا منهم جملة. إذا مغربي أيه، جزائري لا، حيت جد المالح هو مغربي ماشي جزائري ماشي تونسي. إذا هاد الزوجات غنحيدوهم. مسلم لا، هو ليس مسلم، إذا غنحيدوها. يهودي نعم، أمازيغي نعم، كوميدي نعم، يحب وطنه نعم، إذا هادو كلهم نخليوهم. جزائري تونسي مسلم غادي نضربو عليهم. يحبه اليهود فقط لا، نضربو عليها. يحبه المسلمون فقط لا، حتى هي غنضربو عليها. يحبه اليهود والمسلمون والمسيحيون نعم، لا يحبه أحد حتى هي لا، نضربو عليها.
إذن ها هما الكلمات اللي غتكونوا خليتو هما هادو، غنصاوبو منهم جملة. جاد المالح كوميدي مغربي أمازيغي يهودي، يحب وطنه كثيرا، يحبه اليهود والمسلمون والمسيحيون. إذن هادوك الكلمات اللي خلينا هما اللي صوبنا منهم هاد الجملة اللي عندها معنى وكتهضر على جاد المالح. جاد المالح كوميدي مغربي أمازيغي يهودي، يحب وطنه كثيرا، يحبه اليهود والمسلمون والمسيحيون. نمر الموالي. خامسا أكمل العبارة الثانية بما يناسب. إذا عندنا جدول فيه زوج أنواع على المسرح، عندنا المسرحية التراجيدية وعندنا المسرحية الكوميدية. إذا المسرحية التراجيدية هي حتى واحد الليموجي هذا حزين وتبكي. إذا المسرحية التراجيدية هي تمثيلية حزينة نهايتها مؤسفة، هي يعني كتكون واحد المسرحية اللي هي حزينة ما فيهاش الضحك حتى إلا كان فيها قليل، المهم ما تكونش فيها الضحك، ما تكون حزينة، الأحداث ديالها حزينة، حتى ملي كنكون كنتفرجوا نقدروا نبكيو مع أحداث مثلا، نقدروا الشخصيات نتعاطفوا معاها ونبقاو هكا تنحسوا بواحد الإحساس حزين ونهايتها مؤسفة. بينما المسرحية الكوميدية تتكون فاني كما تنقول، تكون مضحكة، تكون نشطة، تكون ممتعة. إذا إذا قدرنا أننا نكملوا هذه ونقولوا تمثيلية مضحكة وممتعة، نقدروا نقولوا عاود تاني ممتعة مضحكة ساخرة، حتى ساخرة صحيحة. شنو اخر شي كلمه اخرى مثلا عندها نفس المعنى ديال المضحكه وممتعه، يعني ملي كنكونوا كنتفرجوا في المسرحيه الكوميدي كنبقاو نضحكوا وممتع، يعني ما كتكونش واحد النهايه حزينه ولا بحال تراجيديا. اذا نقدروا نكتبوا تمثيليه مضحكه وممتعه وساخره بحال هكا، مسليه نقدروا نقولوا حتى مسليه، نقدروا نزيدوا مسليه حتى هي صحيحه. اذا هذا هو الجواب ديال هنايا. سادسا بالنسبة للتمرين هذا السؤال السادس، شي شكل زويون صراحة هذا السؤال، أعبر بملامح وجهي أو جسدي أو بجسدي عما يلي دون أن أنطق بكلمة واحدة. إذا هنا عندنا بزاف تاع الأمور، هذا ما أنا ما غاديش نديرو معاكم حيت ما تنبانش معاكم، ولكن في القسم أنا متأكدة بلي هذا السؤال غادي يعجبكم، ديروه مع الأستاذ ديالكم ولا الأستاذة ديالكم، وغادي ديروه مع الأصدقاء ديالكم في القسم، صراحة زوين. بحالاش مثلا ألم في أسناني، خصك دابا أنت توقف بلا ما تهضر، خصك ما تنطق بحتى شي كلمة ودير لهم حركات بيدك، زعما راه عندك ألم في الأسنان تاعك، زعما راه سنينك تيوجعوك، أش غادي دير؟ تهز يديك تحطهم هكا على سنينتك وهكا وتشد عويناتك باش هذاك اللي قدامك غادي يعرف بلي أنه ألم في أسنانك. أتعجب، زعما إلا بغيتي تمثل دابا أنتم راه كتمثلوا، شتي هذا السؤال فيه التمثيل، زوين صراحة أنا متأكدة غادي يعجبكم في القسم. أتعجب يعني غادي تنوض، غادي دير بحال تتعجب، غتحل فمك، تحل عينيك، تهز يديك بحال هكا زعما شي حاجة شفتيها واو عجباتك تتعجب منها. أحسنت، شي واحد مثلا بتقول لي أحسنت زعما برافو عليك، أش تقول ليه؟ يا إما زعما راه كتشوفوني غتصفق ليه، يعني يا اما غتصفق ليه او لا غدير ليه ديك العلامه ديال لايك ديال الاعجاب ديال جيم بحال هكا زعما برافو عليك، راه زعما شي حاجه درتيها زوينه فهمتي. اذا هاد اللعبه انا متاكده الا كنتو الوليدات اللي تتفرجوا فيا انا تنصحكم تنوضوا دابا ديروها صراحه، تتكملوا الفيديو ماشي دابا، بلاتي تتكملوا الحصه كلها وترجعوا لهاد التمرين السريع عندكم في الكتاب، زوين ديروه مع الاصدقاء ديالكم اولا مع خوتك في الدار، مع اخوك ولا مع اختك، ولا ديروه مع ماماك ولا مع باباك، زوينه تعجبكم هذه الفكره انا متاكده. اذا كانوا الامهات اللي كيشوفوا ديروها مع وليداتكم ني تساعدوهم باش يكونوا عندهم حركات، وبحال هذه الاسئله ولا بحال هذه التمارين زوين انت تكون تيخلقوا ديك الروح ديال الابداع عند الوليدات ديالنا، تيوليو مبدعين هكايا وتيديروا شي حاجه زوينه تتعجبهم، وتيولي عندهم الشجاعه لانه باش تنوض، باش ينوض قدام الوليدات في القسم ويوقف وبدا يمثل قدامهم وهكا يجسد الحركه، راه تتبغي واحد الشجاعه وواحد الثقه في النفس، يعني شجعوهم على بحال هاد النوع تاع الانشطه راه مزيانين، ديروهم معاهم في الدار مزيان، وعاوتاني ديروهم في القسم المهم يعجبوكم، وقولوا لي في التعليق ما تنساوش تقولوا في التعليق واش غادي ديروها مع في داركم ولا لا، المهم زوينه صراحه هاد اللعبه. اذا كما قلت لكم هاد السؤال ما فيش حاجه اللي غنجاوبوا عليها هكايا، انا شرحت لكم كيفاش غادي ديروا، وانتم كملوا الشيء الاخر، مثلا اعبر عن قوتي، ارحب بضيف، اقلم اظافري، اقلم اظافري زعما تنقطع ضفيراتي،
وهكذا كتمثلو هذاك اللي قدام بلا ما تهضر، خصك ما تنطق حتى شي كلمه، دير حركه تاري بيديك وبوجهك. سبعة، ما طرق ووسائل التعبير التي يستخدمها جاد المالح في أدائه المسرحي. ها حنا تنهضروا، مازال تنهضروا، جاد المالح معروف أنه كيستعمل وسائل، داكشي علاش ولا محبوب ولا عنده واحد الجمهور في العالم كله. يستعمل التعبير الجسدي، تيحرك الجسم ديالو كله وعينيه ويديه وفمه ولسانه، يعني تيدير التعابير بالجسم ديالو، والتعبير اللفظي كذلك بالكلام، يتكلم ويتفنن في استعمال ملامح وجهه وكأنها تنطق بما لا يقول لسانه. لأنه إلا جاب لابي يقول شي حاجة يقدر يديرها بوجهه، إيه الحركة ديال الوجه بحال هكا كتير، راه بحال تيهضر. إذا هذا هو التعبير الذي يستعمله جاد المالح. ثامنا، ما الدول التي تنقل جاد بينها وما الدول التي يوجد بها كثير من معجبيه؟ اذا الدول التي تنقل بينها جاد، اذا هو تنقل ما بين المغرب وفرنسا وكندا، لانه تزاد في المغرب ومن بعد مشى لفرنسا وكندا، وهذا لا يعني انه راه بقى غير في هذه الدول بثلاثه، لا، له معجب في العالم كله. اولا هو دار العالم كله، لانه هو مسرحي فنان خصو يمشي يدير المسرح ديالو في مجموعه تاع الدول، اذا تنقل بين مجموعه من الدول وله معجب في العالم كله، ولكن بزاف المعجبين كثر فيه، خاصة في المغرب، الجزائر، تونس، فرنسا وكندا. راه فرنسا راه هو رقم واحد في الفنانين الكوميديين تقريبا تماك. نمر للتاسعة، تسعود، أذكر فنانين يهودا مغاربة آخرين. إذا الفنانين المغاربة كاينين بزاف، لأنه المغرب معروف أنه فيه بزاف تاع اليهود، وكاينين غير حنا ما تنعرفوهمش بزاف. نقدر نذكر لكم زوج، كاينه زهره الفاسيه، واحد المغنيه معروفه زهره الفاسيه، وكان سامي المغربي. هاد سامي المغربي راه معروف، عنده واحد الاغنيه تيغنيوها في الشعبي معروفه، الا قلبت عليه سميت، عنده واحد الاغنيه معروفه تيغنيوها قديمه، راه قديمه تيغنيوها في الشعبي. اذا هادو يهود، مغاربه يهود ماشي مسلمين. ثم عندنا السؤال رقم 10، ابدي رايي في علاقه جاد بمربيته المسلمه رغم اختلاف ديانتيهما. كان صراحة جاد المالح هو يهودي، ولكن المربية ديالو اللي رباتو هي مسلمة، وراه انتشر لي واحد الفيديو يمكن دابا قبل عامين تقريبا، قبل كورونا تقريبا، عرفتي راه واحد اللقاء كان بيناتهم، واحد اللقاء فيه واحد مجموعة الأحاسيس والحب والاحترام، يعني أنه هو تيبغي ديك السيدة وتيحترمها، راه هي مسلمة وهو يهودي وهي اللي رباتو. إذا أنا أعطي الرأي ديالي في هذه العلاقة هذه ديالهم هما بزوج. إذا نقدر نقول أجد أن علاقة جد المالح بمربيته علاقة مميزة، مميزة هذا أول حاجة نقدر نقولها عليها، لأنها مسلمة وربته تربية تحترم ديانة والديه وهي اليهودية. هو والده يهود، إذا هو تربى تربية يهودية ولكن من الدين واحد المسلمة، داكشي علاش ولا عنده أخلاق حسنة، وغرست فيه حب الوطن، انه معروف على جاد المالح في ما مشى في العالم خصو يهضر على المغرب وتيهضر عليه بالمزيان، يعني تيهضر تيذكر انه مغربي وكيفتخر انه ينتمي الى المغرب. 11، كيف هي علاقة جاد بوطنه المغرب وكيف هي علاقته بمربيته فاطمة؟ هنا نقول جاد يحب وطنه كثيرا ويفتخر بحبه له كما قلت لكم، كما يفتخر بالتربية التي تلقاها من مربيته فاطمة ويحبها كثيرا لأنه يعتبرها أمه الثانية. السيدة رباته وكيعتبرها بحال ماما، أمه الثانية، عنده زوج مو اللي ولاتو هاد السيدة اللي رباته. ندوزو لأركب وأقوم. أولا ألخص النص في 4 جمل مفيدة. هذا التلخيص كما تنقول لكم ديما، تنقول لكم إلا بغيتو ديروا التلخيص نحاول نخرج الافكار اللي عندي في هذاك النص، الافكار اللي فيه كل فقره الفكره اللي عطاتني، وزيد تبارك الله. شوف شحال دابا شحال من سؤال جاوبنا عليه، راه صافي غنكونوا يعني عرفنا علاش كيهضر هذا النص هذا، ونديروا فيه جمل خفاف قصار باش ما نطولش، الا باش ما كثرت باش ما كنكثر الاخطاء، احتمال يكونوا الاخطاء. اذا مثلا انا الاقتراح اللي عطيتكم، جاد المالح كوميدي مغربي يهودي من اصول امازيغيه له جمهور كبير حول العالم كله. هاني هضرت على جاد المالح، شكون هو ومن فين، فين تربى وشكون الاصل ديالو، وله جمهور كبير حول العالم، وذكرت حتى انه عنده معروف في العالم كله. ثم تميز باسلوبه الرائع
في التعبير الجسدي واللفظي على خشبة المسرح. هاني هنا ذكرت الفن ديالو والطريقة ديالو والأسلوب ديالو في المسرح، هاني ذكرته. ثم فنان يحب بلاده كثيرا ويعتز بها، هاني ذكرت أنه واحد الفنان اللي تيبغي وتيحب البلاد ديالو وتيفتخر بها، هاني ذكرتها. كما يفتخر بمربيته المسلمة فاطمة ويعتبرها أمه الثانية. وذكرت كذلك نقطة أخرى اللي تذكرت في النص، وهي علاقة ديالو المميزة بالمربية ديالو المسلمة. إذا هاني تقريبا بالجميع الأفكار اللي عندي في النص في جمل قصار باش ما نديرش بزاف ديال الأخطاء. انتوما ها هو التلخيص، تقدروا ديروه بحاله، تبدلوا فيه كلمات، تبدلوا فيه مثلا عبارات، ولكن المعنى يبقى نفسه. علاش كنقول لكم بدا تبدلوا؟ علاش؟ باش حتى انتوما ديروا واحد المجهود وتحسوا بان هذاك العمل ديالك، ماشي غير هزيتيه جاهز. راه كتكون كيكون الفرق، كتفرح براسك ملي تدير واحد العمل انت منك الراس. ثانيا اصوغ عنوانا جديدا للنص. اذا عندي واحد العنوان غنحيدو نديرو حنا عناوين اخرى. كما تنقول لكم انا اعطيكم اقتراحات، تقدر انت يكون عندك عنوان اخر احسن من هادو مزيان تستعمل. اذا اقتراح نقدروا نقولوا جاد المالح، العنوان ديال النص جاد المالح فعلا، لانه تيهضر على جاد المالح. المالح المغربي اليهودي، مالح المغربي اليهودي. نقدر ندير عاوتاني في العنوان الفنان جاد المالح، حتى هو عنوان مناسب للنص. اختاروا من بين هذه العناوين او ديروا عنوان اخر، عاوتاني انتم اللي عندكم عنوان اخر احسن من هذا. بالنسبه ثالثا، هذا عنده علاقه بشنو درتو قبل ما تقراو النص، التوقعات اللي درتو للنص قبل ما تقراوه. رابعا، اوجه الى رفاقي ورفيقاتي نصيحه استنتجها من النص. اذا النص صراحه اعطانا مجموعه ديال النصائح ولا مجموعه ديال العبار. يجب علينا يا اصدقائي ان نحب بلادنا ونفتخر بتنوع ثقافاتها ودياناتها، لان المغرب معروف ان فيه ثقافات متعدده، لهجات متعدده، ديانات متعدده. خصنا نحبوا بلادنا ونفتخروا بها. يجب علينا احترام جميع الناس من مختلف الديانات. العلاقه ديال جاد الملح بالمربيه ديالهم كتعطيني واحد الفكره، وهي اننا الناس خصها تحترم بعضياتها، واخا ما عندهاش نفس الدين خصها تحترم بعضياتها. كذلك يجب التحلي بالاخلاق الحسنه لنكسب حب واحترام الناس. اذا هو واحد الشخص اللي محبوب في ما مشى تيحبوه الناس، حيتاش الاخلاق ديالو اللي حسنه. لانه فاش كتكون انت واحد الانسان زوين، تتبغي تتسنى غير امتى يجي عندنا، او امتى نتلاقاو معاك، امتى نهضروا معاه، لانه تيعجبنا، لانه واحد الانسان عنده اخلاق زوينه. اما الا كان واحد الانسان اللي قبيح او خايبه ولا ما تيتصرفش مزيان، ما تنحبوش، ما تنحبو حتى يجي عندنا ولا نشوفه ولا نتلاقاو به ولا نسمعوا عليه. اذا داك الاخلاق الحسنه كتخلي الناس كامل تحبك، وتولي عندك واحد الصوره عند الناس زوينه. اذا هادو من بين النصائح اللي نقدروا نصحوا بها الاصدقاء ديالنا واستخرجناهم من النص. الا باقي عندكم فكره اخرى اكتبوها. ها كما تنقول لكم، ماشي غير هادشي اللي كاين، يقدر كاينه شي حاجه اخرى تبان لكم نتوما، انا ما تبانش ليا، وهادشي ممكن جدا. خامسا، اشرحوا معنى العنوان الملح الحلو. اذا فعلا كاين العنوان فيه الملح الحلو، الملح الحلو. اذا نقدروا نقولوا الملح، من فين جات الملح؟ الكلمه ديال الملح جات من سميتو، لانه هو سميتو جاد الملح. الحلو، علاش كتبنا الحلو؟ الحلو، انا كنهضر هنا بالدارجه، الحلو، لانه فعلا من الدارجه ديالنا ملي كنجي نشوفو تنقولو انسان كيكون واحد بنادم شحال حلو، راه ماشي دقناه حلو، زعما زوين، عنده واحد عنده واحد النفس زوينه. انا كتبتها هنا مثلا باللغه العربيه، اسمه جاد الملح، الا ان طريقته في اسعاد الناس وجعلهم يضحكون ويبتسمون جعلته حلوا، اي محبوبا لدى جمهوره. انت تكون واحد الانسان وقت ما وقفتي عند الناس تضحكهم وكتبتسموا بشوش، تقول والله على بنادم شحال حلو، زعما زويون وخفيف وظريف على قلوب الناس. وحتى انا نتمنى انني نكون حلوه خفيفه ظريفه على قلوبكم، ويكون لا فيديوهات ديالي تستمتعوا بها وتستافدوا منها. وبلا ما نطول عليكم نقول لكم الى اللقاء، وما تنساوش تخليوا لي واحد جيم زوينه بحالكم هكا، لا فيديو طلع بزاف تاع الوليدات. الى اللقاء.